هذا انا هجيب بطل القهوة برضه محمد زكريا ايه انا مين كلكم هو جاي عندك النهارده وبيحبكم اسمعوا النهارده اتفضل حبيبي احنا نحبه برضه اما هاتش ينفع العواطف بقى والحنان والعمل والسوسن والكلام ده لا يا جماعه الدكتور عبد الرؤوف هيبقى نظام المباراه طيب او معاذ على عروضها مع غزة
هل هذه العائله التطبيق التالي الجدار الفولاذي انت حضرتك شايف الصوره الجدار الفولاذي لابد ان يوقف وينحى تماما انه مستجار الحرب العنصريه صحيح انا مش في قرار ابدا لم ينفعنا لم يصدر فيه قرار من اي منظمه لانه كان فيه بعض المسؤولين المصريين قالوا انه ده فيه قرار مغير من جميع الدول العربيه واحنا قلنا لا لا يوجد قرار بهذا من جانب الجامعه العربيه اطلاقا ولم يعرض الامر عليها وده التصريح اللي قلت فعلا كل ده كان غير صحيح ومعلومه مراد بها باطل ولذلك صدر التصريح الرسمي من الجامعه العربيه ان الجامعه العربيه لم تصدر اي قرار بهذا الشكل ولكن اي مستوى اخر سؤال معلش لو طولت عليك ما هو تعليق حضرتك ما هو تعليق حضرتك على تصريح مساعد وزير الخارجيه السابق عبد الله الاشعث حول مشكله ازمه خروج النيل حينما قال سبب هذه المشكله هو دكتور عمرو موسى فهو الشخص المسؤول عن هذا التدور بانه كان وزيرا للخارجيه من عام 91 الى 2001 وشهدت افريقيا اكبر عمليه تطبيعيه مع اسرائيل واكبر تغيير لجزء افريقيا بأكملها ولا بد ان تفتح كل الملفات ومن اخطاها بالذنب. شكرا. الخليج القانونية لم تخدم الخدمة السليمة ثانيا والعلاقات الطيبة المصرية الإفريقية كم 170 ميجا؟ موضوعات المياه موجودة بقالها فوق 50 سنة إذا ما كانش أكثر في غياهب أزرار الدول الاستعمارية والدول الاستعمارية في غيرها. في العشر سنوات الأولى من هذا القرار. صاحبهم يا عم صاحبهم أولا أرحب وأحيي السيد عمرو موسى على اختلافي معه إلى أنه كمواطن مصري وكابن للغربية إحنا لا نملك إلا احترامه وتقديره كشخص وأي اختلاف ثاني ثاني حاجة أنا أفكر استنكاري لقصيدة المدح التركية لنا اللي سخرتها بالعصر الأموي بجيب لك الشعر اهو بجيب لك اللي هو اللي قايل الشعر ثالثا أسجل رفضي واستنكاري الشديد وإنكار مجلس الاتحاد الكلية عندنا ومعظم الطلبة لأسلوب الوصاية اللي انتهجته الجامعة في فرض سلوك الحديث بين شعب الأقوى والأستاذ عمرو موسى اللي أنا أحترمه أو طلبة الكلية أو أي أستاذ عمرو موسى أنا أحترمه برضه وهذا الأسلوب انتهى ولن يعود ده جامد شكله كده يبهدله. وانا السيد عمرو موسى وانا من الناس اللي كنت بعدي نفس اثناء العهد العربي بكلام السيد عمرو موسى، يعني انا كنت في قمه دمشق لما حضرتك في قمه دمشق انا كنت كلام السيد عمرو موسى كان بيريح طبعا ده كلام لكن يبوس يعني. فهو اللي اتكلم رساله اساسيه ساعات بقول انا هطالب بفرض حظر جوي على جده عشان 20 من اشقائنا طبعا ده كلام جميل لكن انا استغربت شاورت كده مندهش قلت ده في 1000 واحد مات في 2008 2009 السيد عمرو موسى ما ضربش بفرض حظر جوي على جثه الوردات.
قابلوني مسبقا مع السائل بنقطتين. النقطة الأولى خاصة بالقصيدة. وأنا أشكر الأخ اللي نظر معنا لأنها في الواقع فيها الكثير من الركاكة، ولذلك أنا متفق معك أن القصيدة دي كان ممكن تشتغل. القصيدة هذه تم. ثانيا. حموية أهو كابتن، حموية أهو حموية. شكلك وحش قوي. دي أمية مش أمية. سنة 2008 رحنا نحن في السنة لإدانة ووقف الحصار مش عارف إيه. مش راكبة لكل استنكار سياسة في هذا الوقت. قادت الجامعة العربية كل الدول العربية بصراحة ذهابا إلى مجلس الأمن. لأنه كان في هذا الوقت مش الصرع والنعم الصرع التقوية بتاع الغلبة، وبالفعل استطعنا اختراق هذا الحصار وفهمنا وسمعنا المسلمين أنفسهم استطاعوا اختراق هذا الحصار. لما الحملة ضد الحصار الإسرائيلي بدأت في 2008 لأنه الآن ده شبيه يا عم زي شبيه. الآن في شيء جديد، في روح جديدة. ربنا يكتر موقعات اللي كانت تمنع ان احنا نلجأ الى اجراءات سريعة وقاسية. راح يعني لما كانت الجامعة العربية في موضوع ليبيا وبعد ضرب الناس المدنيين واصدرت قرارها بمنع ليبيا من المشاركة في اجتماعات الجامعة لأنها تظلم الملايين. كانت الشعوب في مصر أبدا لو كنت سنة 2009 لاعتراض القوى الأعضاء. إذن احنا بنتكلم عن روح جديدة خسروا من الجامعة من عمر المشاركة خصوصا مع قرار على الحكومات التي كانت بالفعل بتبرمج أي اتجاهات مهمة تخدم المواطن العربي الاتصال طبعا النهارده دول صار 25 يناير ما كناش وقتنا فيها. فاحنا النهارده يعني بنرمي فيها نص جديده لكل فاحنا يعني كنا نشوف يعني صوره الديمقراطيه كانت كده. هو مين الاقوى؟ يا ريت يعني كلنا ندوه تنافس يا شباب الصين النهارده عشان اكون عارف ان في سنه بنرمي فيها 25 يناير ما كناش هنشوف النهارده. معاك كل ده؟ لا يا